طيب يا جماعة، أنا كنت جايبة شوية صور من على بنترست، أنا اتكلمت عليها قبل كده. هو بالنسبة لي المرجع اللي أنا بجيب منه صور كتير، هو أفكار كتيرة. المهم أنا جبت شوية تنسيقات وشوية ستايلات لبس لناس مش محجبين طبعا، فأنا قررت إن أنا هلبسهم كمحجبة. ايه يا بنتي الرجل اللي باينة دي، متلبسي بنطلون. المهم يا جماعة، وانتي كمان ايه ده، المهم إن أنا هلبس كل التنسيقات دي بس كمحجبة. تمام، البنت دي انا مسيباها كتير من غير قصدي وباسترات مختلفة. ماشي، المهم انا هنسق دلوقتي الحاجات دي كمحجبة، دي مش لابسة بنطلون طبعا، احنا محترمين هنلبس البناطيل بتاعتنا شكلها نسيته في البيت. المهم ان انا هنسق كل الافكار دي بس كمحجبة، وهجيب اقرب حاجة ليهم من الدولاب بتاعي وهلبسهم. فيلا بينا نحضر الهدوم. الفيديو بتاع خاز، وده كان اخر اوتفيت معايا احمر في احمر في احمر. بالمناسبه الجاكيت اللي انا لابسه ده انا اللي عاملاه على ايدي، ايوه انا اللي مفصله بجد. هو في حبه يعني شويه غلطات كده بس انا اللي مفصلاه. كنت بدور على جاكيت احمر ما لقيتش خالص، قلت والله لخيطك بايدي. نزلت جبت قماش، المتر القماش كان ب 60 جنيه، ورحت خيطته اهو وعامله في حركات بقى استك وبتاع. لو عجبك الفيديو اعملي لايك ودوسي اشتراك، ما تنسيش اشتراك مش عشان خاطري، عشان خاطر الجاكيت اللي انا فصلته ده على الاقل يعني. واشوفكم في الفيديوهات الجايه، يلا باي باي.